اكيد عيالي جايين بالسلامه ان شاء الله مستانس اكيد يعني، ومن زمان من الكورس هذا كله يعني ما شفتهم. انا من شفتهم من رمضان، عندي اثنين صبيان، اثنين توم محمد وعلي. لا بس يعني بيتنا يعني بس انا امور طبيعيه كانوا، وكانوا يروحون يردون، ما كان في اي مشاكل، بالعكس يعني ما قالوا يعني امور طيبه كانت، يعني ما فيها مشاكل، وما كنت اخاف عليهم اصلا لان لابسين كمامات ولابسين، وكانوا يقولون ما في شيء يعني، بس انه كاحتياط يعني. الصيدلانيه كانت تكلمهم تقول ديروا بالكم، سووا كذي سووا كذي يعني، بس صار في مبالغه وايد يعني. عن اتكلم عن عيالي يعني هناك، كان يعني ما كانوا يشتكون، بالعكس يقولون ماكو ولا شيء يعني. حتى هناك كنت اكلم المصريين نفسهم يعني كانوا مع عيالي وكذي، فكانوا يقولون لا تحاتي ماكو شيء يعني، هذا كله اعلامي وكذي، فلا تخافي يعني. واحنا مكاننا كان وايد نظيف، مكان مرتب وكذي يعني، ما فما كنت يعني ذاك الخوف. بس الفتره الاخيره كل شيء مسكر، كل شيء يعني منع منهم يبون يشترون، صعب كانوا انه يقدرون يشترون يعني، امور شوي صارت صعبه بالنسبه حق مصر. وقمت احاتيهم اكيد يعني، ابي عيالي عندي يعني، ما ادري يعني انا وايد احاتيهم طبعا، بس اكل بنفسي يعني، احساس عيالي في البيت ما اخليهم يحاتون مثلي يعني، فشيء طبيعي اكون مشتاقه لهم يعني، ما اقدر امسكهم، خوفي حق عشانهم وعشاني وعشان ديرتي يعني. طيب. ما اقدر حتى انا ابوسهم ولا شيء من بعيد. يحبون مصر صراحه اي يعني، هم من عشاق اهل مصر، اكون صريحه يعني، فلا يعني انا بعد ما ارضى يعني، هم هذه ديرتي الثانيه، وهذا يعني هم يعني احنا شعب واحد يعني، ما في شيء اسمه مصري وكويتي يعني. شوف يعني اكبر من شيخنا، اكثر من ابونا الصباح، يكفي يعني، ما اقدر اقول اكثر من كذي يعني.